اعمل فلاش باك تاني معاك بس بالصوت والصوره، لانه كان ليك فيديو كان في قناه النادي الاهلي هنا. تعالى افكرك بيه ونفكر الناس بيه قبل المباراه بايام، نشوف محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي قال ايه على مباراه القرن. انا رسالتي طبعا للعيبه ان انا زي ما قلت من شويه ان احنا عندنا كل الثقه فيهم، ان هم ان شاء الله دول احسن لعيبه موجودين في مصر. هم تحملوا الكثير برضو الفتره اللي فاتت، محققين بطوله الدوري بفارق نقاط كبير جدا جدا، فده لازم نديهم الثقه. صحيح. احنا ان شاء الله اللي بنطلبه التوفيق، وباذن الله انا شايف انه الاجواء بتاعتهم في تركيز، في اخلاص جدا في شغلهم، وفي روح. يعني لقينا روح النادي الاهلي رجعت في المباراه اللي فاتت بقوه عن يعني من كام شهر فاتوا. اللي بطلبه منهم بس ان هم ما يلتفتوش لاي حاجه ثانيه. يعني لو في اي استفزازات من اي حته، يعني حتى ده بقوله لينا احنا وللقناه وللجمهور النادي الاهلي، انه يعني ساعات بيتبعت لي مثلا ايه ده شفت ده مش عارف قالوا ايه في القناه امبارح، ده في وفاه اتعلقت، يا جماعه تقول لهم يا جماعه ما حدش يرد، ما حدش يستسيء، ومش هنخش في الجيم دي خالص خالص. احنا الجيم بتاعتنا ان احنا مركزين، هدوء وتركيز، هدوء وتركيز، مش هنخش، مش هنرد على حد، مش هنخش في اي مهاترات مع اي حد، لعيبه كجمهور كاداره، لحد ان شاء الله من يعني نفرح الناس يا رب اللي هم يستاهلوا الفرحه دي، لان هم صبروا كتير جمهور النادي الاهلي يا رب. فباذن الله دي تكون من نصيبهم، وان احنا يعني في ظهر الفريق، مش هنسمح باي يعني حاجه تعكر المسيره او تعطل المسيره، او احنا يعني مستمرين وصاحيين لاي حاجه ان شاء الله. اظن كان هاني رمزي وسام صالح. مظبوط، كان في قناه النادي. في قناه النادي يعني، بس كنت اتكلم بثقه. اتكلم بثقه، ووقتها حتى انا فاكر الفيديو ده كان عنوانه اللي هو قبل البطوله، قبل البطوله بخمس ايام او حاجه، كانت تقريبا ده يوم 22 نوفمبر 2020 حاجه زي كده. وكان في اللي هو ان انا يعني بمعناه ان انا واثق في التتويج ببطوله افريقيا، وان انا اثق بالتتويج ببطوله افريقيا، بس ما كنتش بقولها يعني غرور او حاجه خالص. لا بالعكس، الثقه انا بقول ان انا يعني بعمل كده اناليسز الاجواء اللي موجوده حوالينا. احنا كنا واخدين فعلا الدوري وقتها مع بايلر بفارق كبير. النادي الاهلي كان مخلصينه بدري قوي، كان مخلصينه بدري جدا، 18 مباراه ورا بعض خلاص الدوري. فكان الفرقه مركزه، كان عندنا لعيبه يعني عند كواليتي عاليه جدا الحمد لله، وفي منهم اللي مستمر معانا دلوقتي، وفي منهم اللي راحوا لعيبه ثانيه جت. فقصدي الاجواء كلها بتركيز، بفنيات، بثقه، كانت تقول ان النادي الاهلي هو اللي يكسب البطوله دي، والحمد لله يعني ده كان توقعه وربنا اكرمنا.